السلام عليكم. معكم هند، مقاولة شابة من مدينة مراكش، حاصلة على البكالوريا وقريت في الكلية مدة 3 سنوات، قريت القانون الخاص والجغرافيا، وحاصلة على دبلوم في السكرتارية والبيروتيك ودبلوم آخر في الانفورماتيك والكونتابيليتي. جاتني فكرة أني ندير الكوفي بايك، مني بديت كنفكر أني ندير شي مشروع اللي يكون قليل ونادر، وما كاينش بزاف، كاين شتو بزاف كاين في اوروبا. دونك بقيت كنقلب في الانترنت في يوتيوب وكلشي، وفوالا عجبتني الفكره وقلت علاش ما نكونش انا اول، نقدر تكون مره اخرى ما بينش، المهم نكون انا اول مره في مراكش اللي كدير هذا المشروع. كاينين رجال دايرين تبارك الله عليهم، ولكن المره ما كايناش، وحتى هما قلال ما كاينش بزاف. اذا قلبت الانترنت، دبرت على بيسيكليت ودرت لها هاد لا طابل، قلبت ولقيت الشيمه ديالها، عرفت كيفاش كدار، عيطت على تيكنيسيان وريتها ليه وانصاليها ليا وحطيتها على ارض الواقع. المشروع ديالي سميتو انستا بريسو، هذا هو الاسم اللي طلقت عليه. كنخدم عندي مينيو ديال القهوات اللي كندير جميع انواع ديال القهوه، من الكحله نواغ اللي فيها ايطاليان نورمال وليجي، وكابوتشينو، كافي كريم ونص نص صغيره، وواحد الكافي اللي سميتها انستابريسو اللي هي سبيسيال، فيها كندير فيها المهم ديالنا خاصه اللي بغى يشربها من حبابيه. دونك هادشي اللي كاين، وكندير فطورات، كندير دي مادلين، كندير دي كيك، لي شناك اللي بغى مثلا يشرب قهوه وياكل شي حاجه في الفطور وفي الكوتي. انا هاد الدراجه هادي عندها بزاف تاع المميزات، منها خدمه، منها رياضه، يعني كنبقى نتمشى بالبيسيكليت هكا في شوارع كيليز مراكش، تنبقى ندير بها سبور، وغدا انا كنكون غدا في التراجي ديالي عند لي كليون ديالي، وميم طون راكو كتعرفوا الدراجه صديقه البيئه، يعني ما كتاديش البيئه. دونك مزيان، انا فكرت اني ندير هذا في شي مثلا شي دراجه ناريه، ولكن قلت اما الاحسن اني نخليها في الدراجه الهوائيه. ما كانش عندي تخوف في الاول، كنت قلت حيت ما عمرني خدمت في الشارع، كيف ما كنت قلت لك ما عمرني خدمت في الشارع اول مره، وقلت يقدر يكون شي مشاكل وداك الشيء، ولكن الحمد لله الناس اللي شجعتني اني نبقى في هذه الخدمه، حيت كتشجعني رجال وعيال كيشجعوني، كلشي كيشجعوني الناس، وعجبهم الفكره وعجبهم كوكو ان فام خدامه هذه الخدمه هذه، وفي الحلال ويعني الناس عجبهم الحال. انا بطبيعه الحال خدمت بزاف ديال الخدامي، كنت خدامه اسيستون دو ديريكسيون في اجونس دو فواياج هنا في مراكش، وخدمت فوندوز في واحد الاسوسياسيون بوندون يعني مده عامين، خدمت كان عندي محل كنبيع الحوايج ديال لي فام ولي زاكسيسوار والماكياج، يعني هادشي كاع كنت خدمته، ومن غير اني يعني كنت دائما كنخدم من غير هادشي اللي كنت كنخدم، يعني كنبيع حوايج اخرين ديال لي فام، يعني كنت ديما كنتحرك، ما كنتش يعني ديما كنت خدامه، ما عمري هاد الخدمه هادي ما عمري فكرت اني نديرها، حتى بديت طحت عليها بالصدفه الانترنت، وقلت علاش لا ما نحطهاش على ارض الواقع ونخدم فيها حتى انا. ارتحيت فيها بزاف، عجبتني، درت انفورماسيون غير في داري، تعلمت نصاوب قهوات وداك الشيء، فوالا، وما لقيتش فيها مشكل، يعني عادي ساهل ماشي شي حاجه صعيبه. دونك لي بخي اللي دايره ليهم القهوات كان ابارتي 7 دراهم، ولي مادلين ولي كيك راه كيمشيو غير ما بين 2 حتى 4 دراهم. المهم دي بخي ريزونابل للدراري اللي كيقراو هنايا، لي زيتيديون، الناس اللي خدامين، اللي بعيدين عليهم دي لي ريستورون ولا لي سناك، هكا الناس اللي بغاو يفطروا داك الشيء. من هذا المنبر النصيحه اللي كنقدم للشباب هو انهم ينوضوا يشمروا على درعهم ويخدموا، يعني الخدمه ماشي عيب، سواء رجال سواء عيالات، وما نتسناوش نقولوا نبقاو جالسين تنقولوا راه ما لقيناش خدمه، راه الدوله ما عطاتناش، باش ما كان واخا كان بروجي صغير، راه احسن انك تخدمي شي حاجه ديالك ولا تخدمي عند الناس، يعني كتكوني مرتاحه في خدمتك، كتخدمي وقت الوقت اللي بغيتي، كتسدي الوقت اللي بغيتي، المهم واخا والناس اللي ما لقاوش خدمه يفكروا في شي افكار اللي هي بسيطه وبكابيتال صغير، المهم انه راه كاين ما يدار، كاين مشاريع احسن من هذا المشروع، يعني ما يطيحوش لك في البال، قلب غير في الانترنت راه عطى الله الخير، كاين ما يدار. شتي حنا بنات مراكش مكافحات، واي حاجه كنديروها، وانا عجبتني الفكره ديالها بزاف وكنشجعها،
والله كملها بخير وان شاء الله شوي بشوي من هادي المشروع اخر تقدر دير مشروع ديال كافي ديالها بوحدها علاش لا ونتمنوا لها التيسير حتى هي وحنا شوفي العيالات ديال مراك شويه حادقين كنخدموا شويه حتى انا كنسوق ثاني خدمتي خدمه الرجال عندي حتى انا كندير فوندور كنفرق سلعه على كنفرق سلعه على الكليان وكندور حتى انايا كنجمع مخدمه مع سوسيتي بطبيعه الحال. اللهم بلادي يخدم بلادي كيعول على راسو وحس ليها تخدم مزيان واخا ولا ما لقاتش راحتها في الخدمه اللي كانت خدمات من قبل مي الحمد لله نتمنى ولا تيسير. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد فيديوهات من هاد بريس.